شباب سوري اجتمعوا على طريق النور وحب المعرفة عبر فكرة بتخاطب العقول وبتلامس شغاف القلوب ليأكدوا دايما انه الامل ببكرة حاضر. الشباب السوري اللي اكد خلال الازمة انه ارادة الحياة اقوى من اي تحدي كان وما زال بايجاد افكار بتأكد ثقافة الحياة. اليوم رح نترافق بجولة ثقافية مع نادي الشام للقراءة، هالنادي اللي صار له 3 سنين من العمل. وللحديث أكثر بصباحنا غير رح أكيد بسرنا أن نرحب بريهام أبو خميس المنسقة الإعلامية لفريق نادي الشام للقراءة ومنى صالح عضو في الفريق الإعلامي لنادي الشام للقراءة. صباح الخير صبايا، صباح أهلا النور. وسهلا صباح فيكم. النور يا حبيبي، يسعد صباحكم أكيد، وصباح الإبداع وصباح الأمل ببكرة. خلونا بداية نحكي عن نادي الشام للقراءة وعن هال3 سنين من العمل. يعطيكم العافية. بداية، نادي الشام مبادرة ثقافية شبابية تطوعية بتهدف لنشر بتهدف لرفع السوية الفكرية والثقافية للمجتمع. خلال 3 سنين احنا كنا عم نعمل على نشر ثقافة تقبل الرأي والرأي الآخر بين المجتمع السوري. في إنه يعني هي بشكل عام مجمل الحديث. نعم، منى خبرينا عن الأنشطة يلي عم تقوموا فيها، خبرينا عن يمكن كيف بيتم التنسيق، كيف بيتم التحضير لأي نشاط بدكم تقوموا فيه، وشو هي الأنشطة يلي عملتوها؟ هلا بداية شكرا على الاستضافة. اهلا اهلا وسهلا، يعطيكم العافية. بالنسبة لأنشطتنا هي أنشطة ثابتة، هي لقاءين شهريا بنجتمع فيهم مرة بمركز ثقافي أبو رمانة، واللقاء الثاني اللي بيسمى ساعات ثقافية بكافيه بالشام. التحضير له بيكون عن طريق الفرق التخصصية بالنادي اللي هي من ضمنها الفريق الإعلامي، الفريق التقني، الفريق الفني، فريق العلاقات العامة، لحتى نقوم بعمل متكامل اللي هو اللقاء الشهري. بالإضافة إلى طبعا ضمان وجود الفريق التنظيمي، يعني بنحاول نتواصل مع الجميع لحتى وتقسيم الأنشطة طبعا كل واحد حسب تخصصه. نعم. تمام، رح ننتقل لك ريهام ونحكي عن 4 مبادرات هي ثابتة. تخبرينا عنها شوي. تمام، للنادي 4 مبادرات. المبادرة الأولى هي صار بدك طاب، مبادرة لنشر ثقافة القراءة بوسائل النقل وبالأماكن العامة. المبادرة الثانية هي مبادرة نقرأ لك لتسجيل الكتب الصوتية للناس ربما المكفوفين اللي ما بتستطيع انها تقرأ، للي مثلا قاعدة بالمواصلات قاعدة بالميكرو، فهي بتحط كتاب صوتي فيها ما هي تسمعه. خصوصا صارت القراءة يعني انه يسمعوا صوتي فجزء اسرع لهم كمان او اكثر. تمام، هي مع تطور دائما فيها تطور. تمام. اكيد. المبادره الثالثه هي مبادره نوا لنشر ثقافه القراءه او تعزيزها عند الاطفال من عمر 5 ل 15 سنه، طبعا الى فريق خاص فيها، مشرفين تربويين على درايه كامله بالتعامل مع الاطفال. المبادره الرابعه هي مكتبه تبادليه، المكتبة التبادلية اللي هي بتتيح انه هي تبديل الكتاب القديم بكتاب جديد. نعم، يعني منى خلينا نحكي اكثر عن المكتبة التبادلية ونشرح اكثر عنها. المكتبة التبادلية مثل ما قلت لك فكرتها بتقوم على انه يعني لحتى يكون عندك عضوية لسنة كاملة، انه انت بس بتستبدلي كتاب عندك من مكتبتك، يعني كتاب قديم، بتضمني انه انت بتقدري تستعيري على مدار السنة كتب. طبعا هي لها عدة افرع او عدة موجودة منتشرة بكل المراكز الثقافية، مو بالمراكز الثقافية، في بمراكز او بكافيات حاطينها عادية. حلو. مثل كافيه في عنا بكافيه لاروش، كافيه يعني كافيات عديدة بالشام، وبالإضافة إلى دار النمير، وبالإضافة إلى كمان يعني بكليات الهمر كمان خاص، يعني أماكن متنوعة. حلو كتير، على فكرة هذا بيزيد الاستمتاع للقراءة. تمام، ريهام خلينا نحكي عن اختيارك للموضوع أو اختياركم جميعا للمواضيع، كيف بيتم اختيار الموضوع أو كيف بيتم الإجماع على هذا الموضوع اللي أنتم بتختاروه؟ تمام، هلا اختيار الموضوع اللي احنا بنناقش فيه بالكافيه أو بلقائنا اللي احنا الشهري بيتم على موضوع الكتاب اللي احنا تم قراءته جماعيا، يعني مثلا هو بيتحدث عن ظاهرة معينة، عن قضية معينة، فبيتم تحضير كل المواضيع وكل النقاط ورؤوس الأقلام لهذا الموضوع اللي بيخصه.
هذا بشكل عام عن كيفية اختيار الموضوع. نعم. بالإضافة لأنه بدي شغلي عليهم إنه شطي. اختيار الكتب صار عنا هلأ يعني آخر كم مرة إنه استفتاء بالنادي، يعني إحنا بنحط خيارات كتب منتقى مزبوط واللي بيجي عليه تصويتات أكثر ممكن نطرحه ونحطه على طاولة النقاش، فإنه هيك بيضمن جوز إنه استمتاع العدد الأكبر يعني. نعم. ريهام، خلينا نحكي عن طريقة الانتساب لأي شخص بيحب أكيد ينتسب معكم أو يشارك معكم من خلال فعالياتكم العديدة، يعني كيف يتواصل، كيف يمكن يكون معكم بفعالياتكم يلي بتخص القراءة؟ هلا نحن اول ما بدأ النادي بدأ بعدد كثير قليل، بلش يتوسع، اليوم نحن وصلنا ل 13,000 عضو على مجموعه الفيس بالنادي. بالفريق التنظيمي هاي اللي على الفيس كمان في على الفيس، هو الموقع الاساسي هو جروب على الفيس اسمه نادي شام للقراء، فيك تفتح عليه، هي اللي احنا اغلب نقاشاتنا بتصير عليه، كل ما بدنا نحن نختار كتاب جديد لحتى نقرا بنفتح ايفنت خاص ضمن هاي المجموعه اللي على الفيس، وبيتشاركوا كل الاعضاء بقراءه جماعيه لهذا الكتاب. منى، قديش بتحسي انه نادي الشام للقراءه هو فكره كثير مهمه بهذا الوقت تحديدا يلي ثقافه، احيانا الظروف اللي عم نمر فيها خلت ثقافه الحرب هي يعني شوي تاثر، قديش القراءه هي بتفصل حتى الشباب الاطفال عن هذا العالم، يعني انتم كفكره حددتوا هدف لها، قديش ملاقيين هذا الهدف نبيل؟ تماما، يعني جوز الفرق كبير بين اللي بيقرا واللي ما بيقرا بصراحة، او هذا الشيء الملحوظ بالنسبة للي بيكون خارج النادي وبعدين بينضم وبيصير جواته هو شخص فعلا، فبتلاقي فرق بطريقة حواره وبطريقة تقبله للرأي الآخر قد ما كان مختلف عنه، واللي هذا برأيي هو احد اهم اسباب اللي نحن فيه، يعني انه هو عدم احترامي للرأي الآخر، انا اليوم رأيي هو الصح، فالثقافة والقراءة اليوم بتخليك انه انت تتقبلي رأي الآخر مهما كان مختلف، وبالإضافة لأنه بشكل عام قديش ترتفع السوية الفكرية. يمكن تجيب شغلة كمان تعقيب منى، انه ببداية احنا يعني رصد الحوارات بالنادي كنا نلاقي مثلا بعض السب والشتيمة اذا كان تحت النقاش مثلا بمواضيع ساخنة مثلا بالنادي، هلا صرنا نلاقي لا، انه احنا وقت عم ننظم الحوارات مثلا عم ننظم مثلا انه لا ما في سب ما في كذا ما في، يعني ضمن حدود الاحترام المتاحة، فنحن يعني طريقة النقاش حتى فرقت، انه يعني بتحسي في نقاشات راقية، صار في عندنا وجود مجتمع ضمن النادي وكأنه هيك صار عينه صغيره هيك من المجتمع السوري هيك متراقيه تمام. نعم. يعني منى سالكم انتم 3 سنين، بعد 3 سنين قديش لمستوا هيدا الفرق على ارض الواقع، ومثل ما ذكرت ريهام انه عندكم اعداد كثير كبيره مشاركه بالنادي، وهالثلاث سنين هنا من اصعب السنين يلي مرقوا على الشباب السوري حصرا. الفرق واضح، بس يعني بجوز نحن نأمل انه يصير الفرق اكبر واعم، يعني كل ما انتشر اكثر او اسرع اهداف النادي انتشرت، يعني ما بنخفي انه النادي هو تطوعي 100% تماما، فدعم احيانا يعني في له معوقات، رغم هيك هو حافظ على الاستمراريه، يعني الاستمراريه على مدى 3 سنين اللي هو تنظيم يعني مواعيد المنظمه كل هاي القصص ما اختلت فيه تمام، فانه لسه اذا دعم النادي بكافه الجوانب طبعا لسه بيركز اكثر على اهدافه وان شاء الله بيحققها اكثر ان شاء الله وتنتشر اكثر على المجتمع باكمله. ريهام، شو بدك تقولي عن خططكم المستقبليه انتم كتيم واحد كجروب واحد، وهلا طبعا صفحتكم على الفيسبوك اكيد فيها تفاعل كثير كبير طبعا. في خطط مستقبليه لهيدا النادي شو بدك تحكي عنه؟ نحن هلا بعد رمضان كنا موقفين شوي فتره العيد ورمضان وهالقصص، نحن رح نستأنف بعدين لقاءاتنا الشهريه، لها لقاءين كل شهر. بدي نوه كمان عن نقطه صغيره، انه بآب المقبل ان شاء الله رح يكون في مهرجان الثقافي الثاني للنادي، المهرجان الاول اللي كان بآب الماضي وهلا رح يكون، رح يتضمن فقرات شعريه، فقرات رسم، معرض للرسم طبعا، فقرات موسيقيه، سكتشات مسرحيه، مناقشه كتب،
بعرض أفلام. نعم أكيد منى وريهام، نحن كثير بدنا نشكركم وبدنا نتمنى لكم التوفيق، ولكل أكيد الأعضاء يلي معكم بالفريق أو بالجروب بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وموفقين يا رب، ورسالتكم إن شاء الله توصل مثل ما بتحبوا أكثر. شكرا كثير لك. أكيد بنتشكر وجودكم معنا وإن شاء الله موفقين بباقي نشاطاتكم. سعد صباحكم مرة ثانية.